إذا حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية عبر وكالة جي ميديا في هذه اللحظات، ومنذ ساعات الفجر وأيضا منتصف هذه الليلة قوات الاحتلال تعيث فسادا في الضفة الغربية. الآن نحن عبر هذه النافذة عبر وكالة جي ميديا من غربي مدينة رام الله، بالتحديد على المدخل الغربي لبلدة باتونيا. قوات الاحتلال تغلق الطريق كما تشاهدون أمام المركبات التي تحاول إلى حي صناعي هنا يؤدي ويصل بالطريق ما بين بلدة بيتونيا وعين عريك إلى بلدة عين قينيا. حصيلة الاعتقالات منذ ليلة البارحة حتى الآن 14 حالة اعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية. هذه المناطق التي تصنف كألف تقريبا تابعة لسيادة السلطة الفلسطينية، إلى هنا صلاحيات السلطة الفلسطينية، بإمكان قوات الأمن الفلسطينية الوصول إلى هنا، لكن قوات الاحتلال تقتحم بهذه الطريقة وتعيث فسادا. ليلة البارحة شهدت 3 حالات اعتقال تقريبا من مدينة رام الله، 2 من هذه البلدة لمحمد ومحمود نوح هريش من بلدة بيتونيا، وأيضا المحرر محمد صالح من قرية دير أبو مشعل. فيما تستمر حتى هذه الأثناء اقتحامات مستمرة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. لم نتمكن من الدخول لرؤية نشاط قوات الاحتلال في المنطقة التي تقوم بإغلاقها في هذه اللحظات، لكنها تسمح للسيارات التي تخرج من المكان بالخروج، لكنها لا تسمح لأحد بالدخول. عديد من السيارات، هذا مواطن فلسطيني يحاول الوصول لمكان عمله، لكن الجنود يلوحون له بالعودة وأيضا عدم المرور من المكان. هؤلاء مواطنون فلسطينيون يحاولون المرور والوصول إلى أعمالهم. هذا الطريق الذي يصل إلى حي الريحان وقرية عين قينيا وحي الطيرة وبير زيت مغلق الآن بسبب قوات الاحتلال. لربما هناك اقتحام للمستوطنين في حي الطيرة، حيث يأتي مجموعة من المستوطنون في فترات متقطعة من أجل زيارة ما يسمونه ضريح لجندي إسرائيلي قتل قبل أعوام عديدة في ذلك المكان، أو لإحياء ذكرى جندي احتلالي قتل. إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا، كما ذكرنا اقتحامات موسعة كانت في أنحاء الضفة الغربية، تركزت في شمالها ووسطها بالتحديد. ليلة البارحة كان هناك تواجد لقوات خاصة في بلدة باتونيا وأيضا بلدة بير زيت قرب رام الله، وأيضا اشتباكات مسلحة في مدينة جنين.
امتدت ساعات طويلة وأسفرت عن اعتقالات عدة، وصلت إلى 14 حالة اعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين. شهدت أيضا اقتحامات لعدة منازل وتفتيشات عشوائية واعتداء على السكان في المناطق الفلسطينية المختلفة.
تشاهدون في الصورة الجندي يقوم بتصويب البنادق اتجاه السيارات الفلسطينية في هذه اللحظات بهذا الشكل. مشاهدينا الكرام، يوجد هدم لمنشأة زراعية في المكان الذي تغلقه قوات الاحتلال، تمنع السكان من المرور. سنحاول الدخول من منطقة أخرى، ستتخذ قليلا من الوقت حتى الوصول إليها. ابقوا معنا إن شاء الله، نعود إليكم في بث جديد من مكان الهدم.